دول بيأفوروا. حصل ايه يعني الكل ده؟ عشان كده كنت بعمل كل اللي انا عايزه وجرب كل اللي نفسي فيه، وعمري ما كنت ندمان. المرة دي هي المرة الوحيدة اللي حاسة قد ايه انا اذيت نفسي بجد. حاسس زي ما اكون عملت حادثة بالموتوسيكل وقالوا لي مش هينفع تسوق موتوسيكلات تاني. انا حاسة بيك يا مروان، وعارفة قد ايه ده احساس صعب. لا انتي عمرك ما هتحس باللي انا حاسس بيه. قالينا المرة الوحيدة اللي احب فيها بنت بجد، المفروض عليا اني اسيبها واروح اتجوز واحدة تانية ما بحبهاش. مش ممكن ده يكون نفس السبب اللي تعبني انا كمان. انت ما بتحبيش مالك؟ لا ما تتجوزهوش، تبقى عبيطة لو عملتي غير كده كمان. تفتكر الموضوع بالسهولة دي؟ أيوة بالسهولة دي. لو كنت مكاني كنت عرفتي قد إيه الموقف اللي أنت فيه ده سهل أوي. أنت لسه عندك فرصة تختار يا لينا. متتجوزيش حد ما بتحبوش. متعمليش زيي. خلاص انت ليلى عرفت؟ ما كلمتهاش من ساعتها، بس اكيد فايزة قالت لها. حتى لو فايزة قالت لها يا مروان، لازم انت تتكلم معاها بنفسك وتحكي لها. لازم توضح لها انت ليه مضطر تعمل كده. مش هقدر مروان، انت طول عمرك بتهرب. دي اول مرة احس ان انت عايز تواجه فيها. حبيبي لازم تروح تتكلم مع ليلى وتحكي لها. هي من حقها عليك انها تعرف منك انت، ولا من فايزة ولا من اي حد تاني. انت رايح تقول على كل حاجة يا حيوان؟ يا باشا والله العظيم ما قلت له حاجة، هو اللي عارف كل حاجة لوحده. تقوم تعترف زي الهبل، وانت فاكر يعني انه كان هيسمع عليا يا باشا؟ ما كان هيدخلني السجن. السجن ده حاجه قليله جنب اللي هعمله فيه. طب وانا ذنبي ايه؟ ذنبك انك مش مركز، خليته يكشفك. يا باشا انت كل اللي بتقولوه لي انا بعمله. انا بقى غلطت في ايه؟ فين الغلط؟ الغلط ان انا اعتمدت على واحد حمار زيك. طب والعمل ايه طيب يا باشا؟ تلم هدومي وامشي. تلم هدومك وتمشي؟ انت ما تتحركش من هنا غير لما اقول لك. انت فاهم؟ ايوه يا فريد، عايزك تهدى كده وتسمعني كويس. محمود كشف حسن. انت السبب. خلي خلافاتنا على جنب دلوقتي يا فريد. اللي هيقع مننا هيقع تاني. لازم نقتل حسن. ما ينفعش. ما ينفعش يا فريد الكلام ده دلوقتي. حسن لو حصل له اي حاجه محمود اول واحد هيبلغ عننا. والعمل؟ المهم نخلي بالنا من تصرفاتنا الايام اللي جايه دي. وتخلص من الماده المتخزنه. وبسرعه. من النهارده محمود مش هيثق فيا ابدا.